لازم تروح. يعني انت لو ما رحتش يوروب او ما رحتش اي حاجه زي كده لازم لازم تيجي هونج كونج. هونج كونج بلد جميله جدا، شعبها متقدم جدا، في نظام، في حضاره، في سياح كتير جدا كده بيقولها، في مكاو جنبيها تاخد فيري ساعه تقدر تروح مكاو. مكاو روعه جدا جدا، فيها حتت، فيها حته اسمها فريشيان، حته اسمها فينيشيان، دي زي باريس ودي زي فينيسيا، فجميله جدا. نصايح، شويه نصايح على السريع. اول ما توصل المطار لازم تشتري الفيزا كارد. الفيزا كارد ده بتشحنه ب 150 دولار هونجي، يعني حوالي 300 جنيه. دي للمواصلات، المترو او الباص. المترو هنا حاجه اساسيه، ام تي ار ده شيء اساسي ده بيوصلك لكل حته. بعد كده دي اول نصيحه منك، لازم تشحن، لازم تشتري ده. رقم اثنين، تدور على الاماكن الكويسه وتخطط كويس كويس قبل ما تنزل فيها وتروح فيها، علشان ده هيوفر معاك فلوس، هيوفر معاك كتير قوي. البلد دي كلها الحياه فيها غاليه، لكن الصح هيوفر معاك كويس. هوستل، ما تقعدش في اي حاجه. الحاجات اللي لازم تشوفها، الجودة، فيكتوريا بيك، ديزني لاند، ايه تاني، المنطقة اللي انا قاعد فيها تسمى شمسو، دي منطقة حلوة جميلة فيها جامعة مدينة تورون، ده حاجة كويسة. هي مكونة من ثلاث جزر، هونج كونج ايلاند، جزيرة اسمها كولون، في منطقة تالتة مش فاكر اسمها ايه اللي فيها ديزني لاند وفيها المطار.